بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكملة لبدع يسكبه دردا من في شبهة أما قولكاي بدع مردا صندا قرني تر قرني زندو تكافة تراجك شرع درو بيغا تر كولي بي نرس كي تعرف فترة بدا لغوية اختراع على غير مثال سابق تكرندر هو ترى فتر لكن في الشرع درو بدا درو لي البدا في الشرع ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه دين درو بدا كولي يعني وتوصل توجه كرام غوركاي قول بعضهم البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة أي كلام قائله مخطئ أنا فارجنا في الدين درو بقى غورني تري بدعة غورني تري بين الزندين دين درو أنت بدعة تري كولي بي ها يعني كوالا أي مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة رسول فارق صلى الله عليه وسلم أصدق صادق المصدوق كل بدعة ضلالة رسول صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم مري فارق كل بدعة ضلالة فارق توصو أي كنول دين درو بدا حسنة شي البدا في دين جنة سيئة كل درو تربي يعني رسولي واضح صلى الله عليه وسلم فرق فإن بالتوكيد فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مستحيل انترو ان دقوين ونجورك أبدا ورسولي صلى الله عليه وسلم فإن قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة إنها من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كوالاسنا من ديار معناسنا برم بي كمثل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إنها كذا شبيه تركه توجكر دين درو بدعة حسنة كل بي أما أرى أنه بدعة دين درو حسنة كيندغا دليل سندينا دليل تقريبا تان أكوزو ذكردك كوالترا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله فرقره إني فرق عمر فرق نعمة البدعة هذه تكرنا آية روني دليل سندو دليل سندو كرو إني نغلما شابتما زمان رسول الله نغرام غنا شابتن بيشير رسول الله باسني أبو بكر يا عثمان نغرام شابتن أغني سنة نبينا رودون زمان رسول الله رسول رودون ميج إلا أما غوركرا أما غوركار رودو إما هنو إذن دليل سندا إنا أكوزو عرا دركور دليل أكوزو فاترغادو كوال عمر بن خطابي نعمة البدعة هذه ودليل سنقرو جمع القرآن أبو بكر وثمان جيندرا أغني دليل سنقرو كتابة الحديث وتدوينه أرى بعض أدلة سندا طيب أدلة سندا أرى نفتا تريد جيكو بدعة مرادة ترى أن الدين لا برتدري لا بدعة في الدين دين دران بدعة جانيرة وصوته حكم سما حرام كل بدعة ضلالة إنك الرسول صلى الله عليه وسلم تأني وتعريف البدعة ترى قلنا في اللغة الاختراع انترا على غير مثال سابق
انت لانه اصل البديع السماوات والارض نوع كده آية في اللغه. عمري نعمه البدع انك بدع اللغويه ده درسن ده درسن الفريق تقيت انه بدع شرعيه شيء ليست ببدعه شرعيه في الشرع در بدع كل بي عمر. اذن نعمه البدع انها لغه سمار فريق اذن بدع اي عمر فدا تكرر وقلت ان نقول نفتا انا ان عمر يسوي اني نعمه البدع هذه انها اما صلاه التراويح كان اننا قلنا مرترونيس لينك رسول الناس ابو بكر الناس الكرر اذا اما قلنا شابتني صلاه التراويح امام ناو تشني تكرر اما قلنا نرنا قلنا ترترونيس لينك شي نرفر الجير رسول نادرو سلندوك عمرته هنا فرقش اسمها ايجسو نعمه البدعه هذه تكرر اي مرد اما بدع شي بل ان النبي اصل دي في الدين درو انت اصل الدين درو توصوته بدع شي لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رمضان درو صلاه التراويح غير كودرو اما صحابه والكودس اللي جي بدعه ايام ليالي رمضان درو دوساورك شو اكو زوغنا تقريبا يوم اول غاية ثاني غاية ناكوزونا منر توزونا منر سيلدنغنا تو اما موندن در تو سوره يغال ترنا توسو اذا اي جلدي دين اسلام ندرو عمر يغترشي رسول صلى الله عليه وسلم يكا جسي ام سمر دا فرض تغسق يجني تكغر سو لكن من صور صحابه غور كايسو بربي سلينيچ كي تروني تروني غبنا نانا غنا سلينيچ سلينيچ نار رسول ينا ندا غاني يكو زوندو حرام غاند مي فاري فدبي بكونه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلجي ني ني اچوني قال اكو زوني قال ترونيون قال اي رسول صلى الله عليه وسلم مري في ناو عمر في ناو ربي ثم اي فعل رسول ثم تكرر مري درغر اما مرسو هنو اما سلندجك تروني تروني سلندجو تشوجور سلندجو جنة اما سالا صفربي سلندجك رسول صور مرتروني سلندج يلا سمادرو مرتروني راكا مردم عائشة زفاريتنا ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتر سما على 11 ركعة يلا همادو سلينك ايو صحابه ان تكغر مرانا نانا تروني سلينغو تشو سلينغو منا سلينديك لكن ابو بكر ارور اما غنا تشابكن تكر سلشد بي زا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما سلينين تكر سو من الرسول سو خشيه ان يفرض عليهم وكان بالمؤمنين رحيما صلوات ربي وسلامه عليه. إذن من أمر صلاة أي أن تانيس اللي نرجع توصو من فرض تغسق تكغى إجني أمر يا غادر قرر ربي أمر يرور أمر أما جنا شابشني إمام تروني ناو تشني أن ترازا سلندنا ذكر ما كدر أما سلندنا كذا مدينة سلندنا كذا غير كأسرة من داعنا أزوم توصو تراوي سلندنا كذا إمام تروني عمر يتجسني سرى انفر نعمتي البدعة هذه كوالما تفارو اتش تلعنه اصل دي رسول صلى الله عليه وسلم في نورا انه عمر في نورا اتش اي دليل اما ارى بدعة حسنة اتش اندقا اي دليل سندو ترى دليل سندو باطل بأدلة على فاضر ادرو اي فيما يتعلق بالتراوية نعمتي نعمة البدعة هذه هنا بطلان قردي قصة قلنا أكاك أما دليل سندو وتي جمع القرآن نغرما قلنا رسول صلى الله عليه وسلم مزوت روندرو شابتو روين بنير أبو بكر نيا الرو رسول ناصر كيرا نغرما قلنا شابتو ما صحابة ندا
اعتراض جيند ربنا عبدا حسن مراي فاتيج كترا ايو عمر ايرور عمر شي عثمان ايرور نغنا شابچني مسو تروني جسونيا اذا انا بدا حسنا صحابني دنوكن ربنا ايا اخوانا تانا ادلين دمشي دلين ننداو دا ضدن دم لان اي بدا حسنا شي اي شيء له اساس في دين الاسلام غدر رسول صلى الله عليه وسلم ان دين الاسلام غدر نورما درن شي رسول ني جسركو تبدا شي تاساس في دين الاسلام غدر دي ان رسول صلى الله عليه وسلم نورما روندي جن روجي بالذات انه هناك اسم عام كتبت الوحي عندك صحابة درقوا كان رسول الروهني اي نغرام الروندو تادر أبي بن كعبية زيد بن ثابتية معاوية بن أبي سفيانية علي بن أبي طالبية أما تقرأتك على سبيل المثال فادرتك أنه أما منضجك اما تار رسول صلى الله عليه وسلم نغرام روندو ايش تكدر رويندين نغرام جنة تكر داكسو رسول نص نصر ابو بكر يكيني انا رسول صحاب رويجيني ناو سورا جنة شابتني موسو ترونرا كسر ده تغسو نغرام بركي چينك ايجن تكدر ابو بكر يكي تكاقسو عثمان يرونا غنا انا نو غانجي رودراغو جن چاپچن موسو تروندر نورا هنو ان داو سن بدا حسن عند گرتر بي مرا ارا غنا ان رسول يگسو گچني اذن اي حجه ان درچن هنو دليل دمشي ايو كتابه الحديث سنه النبويه وتدوينه اين الدليل دم تكرر دتم اي دليل دمشي أبدا حسن شيء دين ربي دابي أن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة قرور روندو إجن حديث روجي كان من ضمن قرادرو عبد الله بن عمر حتى إن أبو هريرة فارغ لناي تنار عن حديث مجن بيكي كير إلا أن عبد الله بن عمر صحيفة صادقة دي رودر ديناي زمن رسول غير روينا وابي محذورا كده اذا نرى اساسني في الدين الاسلام درو شي رسول جسني ارى رسول نصر مرايكني تمندتو نو اي دليل من بدا حسن عند شي ورسول صلى الله عليه وسلم ميا غانجي حديث رضو واي وايما اما رضونيما بالرغم من اما وركاردرو روجي كان خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم بان تختلط الحديث بالقرآن فسيكون في القرآن ما ليس منه يعني توجكر صيانة للقرآن لكلام الله عز وجل أما روندوميتش فلما اكتمل القرآن بعد نزول قول الله عز وجل في عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قد كمل كتابة القرآن قرآن قلنا الرضن قلنا تمدن ولم يموت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل كتابة القرآن الكريم توجكر صحابة رسول نصر شرر نغرام قلناني تمدن قلناني الرضن ما شرر إذن لا يمنع من كتابة السنة بعد أن أمن الاختلاط القرآن بالسنة أو السنة بالقرآن لأن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ناصر الكرر نغرام يا حديث وكي اختلاط تقصدق ربي فوق تنقر بالنجكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يرشندني نغرام الكرر
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رويندين دويندون حفاظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية حتى لا تذهب بعد أن أمن شنديني نغرام أغناني تمدن الجكر وحتى لا يتقول فيه المتقولون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إذن لا يوجد في السنة في الدين سنة بدعة بدعة حسنة عندك كل بي هذه الأقوال الأمر فتاقنا مردود على أصحابها بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد تكفر كج لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صادق فيما يقول وفيما يفعل وفيما يقر صادق مصدوق لدى الآخر صلوات ربي وسلامه عليه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.